عندك دلوقتي كالون اي مفتاح معدي ممكن يفتحه، ده يبقى كالون ايه؟ كالون اهبل ويترمي فورا، مش كده؟ اه. طيب عندك مفتاح يفتح اي كالون، يبقى مفتاح ايه؟ الله اكبر عليه، ده ماستر كي. بقى بذمتك في مفتاح بيفتح كل الكوالين؟ ده يبقى اسمه طفاشه، تبقى حرامي يا معفن. معفن مين يا بنت؟ كم يوم يا ابني؟ قوم كلمها معايا، رد عليها. عايز ايه؟ رد. اه سلطان هو اللي صح طبعا. صح في ايه؟ هو انت سمعت الحكايه اصلا؟ انت كنت نايم. اه سمعت الحكايه، ما عجبتنيش خالص على فكره. ازاي ما عجبتكش؟ ده في حته حلوه قوي بتاعه الحراميه، وبعدين البوليس لما جه قبض على بتاعه الحته، بس البوليس برضه اتاخر قوي فيها. ما تعلمنيش، ما تعلمنيش ده من النسوان. مش صح؟ لا غلط. يا جماعه استهدوا بالله، استهدوا بالله. الحاج يقصد من الحكايه ان زي ما في رجاله وحشين وبطالين، في برضه ستات وحشين ومشيهم ماشي بطال. صوابعك مش زي بعضها. يا سلام يا سلام، يسلم فمك يا حاجة. الله ينور عليك يا حاجة، لميتي الليلة كلها في كلمتين. ماشي حاجة، ممكن سؤال شخصي كده؟ ايه؟ انت عذراء؟ ايه يا حبيبي؟ وانا بلتكانة ولا ايه؟ بعد العمر ده كله تقول لها عذراء؟ انا مش قصدي يا حاجة، انا قصدي انت برج العذراء، اصل هو بيتميز بالحكمة وسعة الصدر وطول البال، وعيونه كمان حلوة قوي قوي. بقولك يا حاجة، احنا عندنا كلاس يوجي كده بنعمله الصبح، ما تيجي تنضمي معانا؟ في اخره بيبقى في جروب هاج كده، انا محتاجه قوي. انا بجيبها واجيلك. خلاص ها، نصلي بينا على النبي كده ونقول الحمد لله قرار الهدنه بدا. مفيش هدنه، وكلامي هو اللي هيمشي. كلامك يمشي على الجرابيع بتوعك يا حبيبي. ايه رايك بقى ان انا موافقه على الهدنه وهاجي هنا كل يوم؟ ها كارما فايتو. اوبس، صغرتك قدام الناس. انت صغرتني يا بنت قد كده قدامي دلوقتي. انت بقول لك ايه؟ انا موافق على الهدنه. موافق. بتقلب العدس يا شيف تامر. يا عم هات لي الكبشه. شيف تامر؟ في شيف اسمه تامر. تعال تعال يلا يلا. مش عارف، انا حاسس اني اتسرعت في حوار الهدنه ده. انا بفكر ناكل ونريح ساعتين نهدم كده ونلم الرجاله ونغب على معسكر النسوان ونفلقهم. ايه تضيع علينا المفتاح يا سلطان؟ مش احنا اولى بالسلاح اللي في المخزن ده؟ وبعدين انت اديت كلمه للحاجه ما ينفعش ترجع فيها. التعالي بتجنن على فكره. والله؟ وايه اللي ما نفعوش؟ ايه اللي ما نفعوش؟ شفت الكشكول الازرق ابوك كتب فيه ايه؟ الحرب خدعه. اتعلم كان ده فضل عملها. الاكل فيه مش عارف دلع ناقص كفور. انت يا زفت، انت فين الكفور؟ اتفضل يا قائد. ايه ده؟ هم دول اللي فاضلين؟ بعتنا نجيب من الخزانة يا قائد. عاجبك كده؟ هذا اللي خدناه من مشاوير الخرم، احتكاك في نسوان وبلبعه في كافور عشان نمسك نفسينا وتقول لي هدنه؟ يا سلطان يا سلطان، عيب ترجع في كلامك. مش انت ماشي ورا الكشكول اللزق بتاع ابوك؟ اه. افتح افتح شوف كاتب ايه. اه ب 10 جنيه فينو و 150 جنيه شهر. دي اللي بعديها. الراجل بيتربط من لسانه. انت اللي قلت مش انا. طب ما انا عارف الكلام ده وطبقته ياما ياما، ربطت الرجاله من لسانتهم وانت عارف. ايه ده؟ ده اللي فهمته، يتربط من لسانه دي مجازا، يعني يعني اللي يقول كلمه يبقى قدها. قول والله. اه والله انا اول مره افهمها كده. يا يا اخي كل يوم بكتشف ان ابوك ده كان عميق قوي. هو فعلا عبيط قوي. إيه؟ عميق. اه عميق عميق قوي. اه تفتكر كان يوصل جايب 10 جنيه فين؟ انا هقوم اشوف المولد. اشتغلوا اشتغل. اه عايز رجاله. اسرع اسرع، انا ورانا الدنيا كده. الله ينور يا بتشين. وعليك يا نوح باشا. انت بتعمل ايه؟ باخد قرايه العداده باشا.
الكهرباء امبارح بالليل كانت بترعش ليه؟ لا مؤاخذه يا باشا، كنا بنغير ورديه والرجاله كانوا بيريحوا شويه. هم كل شويه يريحوا يا بتشينو؟ ما احنا اتفقنا جري اسبوع وراحه خمس دقايق، عايزين عيال جرايه كده. حاضر يا باشا. وحط لي على الجرايه اللي بتنور اوضتي الراجل السريع ده، اسمه عم رمضان صبحي. لا 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 يا باشا، ده واد لعبي ومش بتاع شغل خالص، اهو بقاله اسبوع واقف لي على الكوره ومش عايز ينزل. ماشي، هي ناقصه دلع. امشي يالا امشي يالا امشي امشي امشي. والحاج باسم مرسي موجود؟ موجود بس مش متابع الصراحه. لسه مش متابع؟ ماشي اشتغل. بقول لك بتشيني، عايزك تعمل لي وصله من فيشه دكر لفيشه دكر عشان سلطان قفش الفيشه النتال اللي كنت مكمرها وحرقها. سهله جدا، عندي فيشه دكر اهي بس شاكك فيها، هقلبها انتايا واظبطها لك حبيبي. اشتغل يا رجاله، اشتغل يا رجاله، عايز وحوش اقوى. اشتغل اشتغل يا اشتغل. ايها الرجال، لحظات ويلقي قائدنا العظيم المبجل خبر عاجل، الخبر الذي سيحطم الطوب الاحمر الذي على قلوبنا، الخبر الذي لا يجعل البلابل لا تبلبل. خلاص يا ابني. والقروان لا يكركر يا ابني، كفايه. والعصافير لا تعصفر. خلاص بقى خلاص بقى. ايه بتقول لي خبر عاجل؟ بتاخرني ليه؟ معشر الرجال، زملاء الذكوره، الحقيقه يعني ضميري بينقح عليا عشان عاقبت حبه منكم، يعني معلش غلطت، بني ادم بيغلط. لكل جواد كبوه ولكل اسد هبوه، يعني من المهم يعني اني غلطت وزعلان ندمان، وبطلب منكم طلبين الحقيقه. الاولاني انكم تسامحوني، وتاني انكم تقبلوا بالهدنه. انا عملت هدنه مع معسكر النسوان خلاص. لا 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 لا، احنا رافضين طبعا للهدنه يا ابني. ما تبقاش حمار، ما تبقاش عبيط، بتكلم بجد، عملت هدنه حقيقي مش تمثيل. لا لا لا، احنا رافضين للهدنه، رافضين. يا ابني انا مش بمثل، مش بمثل، بتكلم بجد مش بمثل. ما انت المره اللي فاتت قلت كده ورجلي مفقفقه من ساعتها. احنا رافضين للهدنه، مش هتلسوعنا تاني، 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 مش هتلسوعنا. يعني رافضين؟ ايوه 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 رافضين يعني. تاني 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 تاني، وحش مش عاجبني، قوله عايزها بإحساس.